انا طالبة ثانوية عامة السنة دي علمي علوم. انا بس عايزة اقول حاجة، بس كل دي سكتشات خلصت. انا هوريكم مجهودي، انا كتبتي، انا بخط ايدي ال 13 شهر اللي عدوا. دي كراسة كيمياء اهي، اتفضلوا. اصعب مادة في علمي تعتبر. بصوا انا كاتبة قد ايه، بصوا كل دي مذاكرتي، كل دي دروس كانت بتبقى قبل 5 و6 ساعات. بقعد مكفية لحد النهاردة، رقبتي وضهري وجعني. بس يعني حطوا نفسكم مكاني. النماذج الاسترشادية اللي فجأة خلانا نسيب كل اللي في ايدينا، وفجأة لازم ندخل نشوف حصص مصر، فجأة لازم نشوف الموقع بتاعت مدرستنا بنك المعرفة، وخشي شوفي بقى، خشي شوفي حصص. اتفضلوا النماذج الاسترشادية اللي ما جاش منها ولا حاجة. اعيد السنة واقضي سنة تاني من عمري عشان وزير قرر سياسة الدولة فجأة ان خلاص كده احنا هنعمل نظام جديد ونغير التعليم كله، وكله يجيب 80s و70s، وده كده شاطر قوي. وطالع عيني طول السنة انا وامي، وامي بتشتغل شغلانتين عشان ادفع بال900s وال600s وال500s وحجز مذكرات ودروس بقى الحصص. وفي الاخر لا.